الذكية. على بركة الله. نتناخذ واحد الكيلو ديال الطحين، جوج كيسان ديال الجوزان ديال العنبة، لحقاش هو العبار ديالنا حنايا، كاس ديال اللوز، لا بودغ ديال الطحونة، اللوز الطحونة، نص كاس ديال النافع، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال راس الحانوت، نص معلقة ديال راس الحانوت، واحد الكاس ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال زيت العود، كاس ديال الزبدة. هادو المقادير الاولين. هادشي كنشدو ان شاء الله الطحين، وهادشي كنضيفو هاد المقادير على بعضياتهم، كنبسوهم مزيان وكنغربلوهم باش كما كيبقاوش دوك الحبيبات باش ما تقبش لنا الورقه ديالنا. من بعد كنحطوهم. انا هادي كنشد هاد الطريقه كنخليها حتى النهار الاخر، عاد كنزيد عليها الزيت ونزيد عليها البيض والماء وداكشي، لان الا باتت مرقده كتشرب مزيان دوك المقادير وكتجي شيشه، كتجي رائعه. هذه الوصفات القدام اللي علمونا والدينا وداكشي. هاد الشيء ملي كيتغربل كنحطوه، كنزيدو عليه واحد الصفر ديال البيضه، كاس صغير ديال الخل، ولا نص كاس، جوج كيسان ديال الزهر، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الزعفران حر مدقوق، واحد الباكيه ديال الملون ديال الزعفران، واحد الباكيه الخميره. كنخلطوهم كلهم وكنشوفوا الخليط ديالنا الا كان جمعت العجينه مزيان، هي هذه ما تكونش جاريه وما تكونش قاسحه بزاف، تكون الشكل اللي غادي ملي نديروا الشباكيه كتوقف ما كطيحش. كنجربوا، كانت عجينه ناقصه كنزيدوها الطحين، كانت قاسحه راه كنزيدوها واحد نص كاس ديال الزهر غير باش ما تجيناش قاسحه بزاف. كنعجنوها مزيان، تنورقوها، كنطلقوها بالمدلك ولا كندوزوها في الطاغي هذيك ديال السباغيتي اللي كاينه دابا حاليا. كنديروا يا اما اذا كان الانسان تعود كيخرط بجراره راه تيخرط وكيصوب عادي كيف داك الشيء اللي كنا كنديروا قبل، سينو كيتباعوا دابا واحد الجرارات متخصصين ديال الشباكيه وكيتباعوا بالطابع ديالها. تقدر المستمعه تخدم هذيك، تجيها سهله، كتلويها كتحطها كتبدا تتقلي، اون فوا كتكمل هاد المقادير ديالها كتبدا كتقلي وكتغصهم، تتكون موجده واحد الكيلو ولا كيلو ونص العسل موجده فاش كتغصنهم. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك.